في يوم كان في مجموعة من الشباب عاوزين يعملوا مسرحية عن ميلاد الرب يسوع، بس المشكلة اللي عندهم ان هم ما عندهمش شباب يخدموا في المسرحية ويعملوا شخصيات الميلاد. علشان كده سناني بحضر لكم مفاجآت كتيرة تشوفوها هنا. ده الأنوار والأعياد عليكم يا شباب يا حلوين. أنا مبسوط إن أنا جايلكم النهاردة علشان عرفت إنكم بتعملوا مسرحية بتحكي عن ميلاد الرب يسوع. طيب أنا على فكرة موهوب أوي 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 وبحب التمثيل وعايز أمثل معاكم، إيه رأيك؟ موافق جدا جدا يعني. تقدر انت شكلك مخرج جميل قوي قوي قوي. فين الدور؟ خلاص بص اتفضل امسك المشهد ده اقراه كويس. اهو المشهد ده اهو اقراه كويس واحفظه. المشهد ده كله؟ كتير. ما عشان تبقى موهوب بقى. ماشي ماشي اقرا اقرا واحفظه بسرعه بسرعه. انت دورك هنا. تمام وانت دورك برضه. تمام. بتاع المسرحيه انا بس خلاص. بس خلاص؟ ايوه كنت. ايوه. خلاص يلا. يلا اتفضل. انت معانا في المسرحيه. ماشي يلا يلا يلا. يلا ابدا. السلام لمولانا العظيم هرودس. ميري كريسماس. هو ميري كريسماس ايه؟ حضرتك قايم بدور الملك هرودس، يعني ده كان شرير جدا مش طيب زيك كده. بس انا بابا نويل طيب قوي بحب السعاده والفرحه. ايوه ماشي انت طيب، اما الملك هرودس كان شرير فلازم نعمل دور الصح ان هو شرير. هو كان شرير قوي؟ كان شرير جدا. يبقى لازم اعمل شرير. خلاص نبدا تاني؟ نبدا من الاول. بس الدور؟ يلا بقى نعمله. انا موهوب موهوب قوي. ماشي بقى نعمله تاني بقى. يلا الملك هرودس الشرير مش طيب زيك كده. ماشي يلا نبدا تاني. انا شرير. السلام لمولانا العظيم هرودس. يا حارس. أوامرك مولاي. أنا سمعت أخبار كتيرة في مملكتي مش عجباني، وأخبار بتزعلني وبتعصبني قوي. عرفت كمان إن في مجوسي عاوز يقول لي كلام كتير مهم، ناديلي عليه. فليدخل المجوسي. السلام الملك هرودس. ما بسلمش. أنا عميل المجوس جاي من الشرق إلى أورشليم عشان نشوف المولود الجديد ملك اليهود. جايين نسكت له نقدم له هدايانا. إيه؟ ملك ملكنا العظيم زياد. أنا هرودس بعمل إيه هنا؟ شغلتي إيه في المملكة دي؟ قول لي يا حارس، قول لي يا رئيس الحرس، قول لي يا رئيس الكهنة أنا بعمل إيه؟ ما أنت بتعمل كل الأدوار في المسرحية. أنا هرودس. أين يولد المسيح؟ يولد ببيت لحم اليهودية يا أولاد. يهودية. أيوة اليهودية. بيت لحم اليهودية. أيوة اليهودية. يهودية في بيت لحم.